السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مرايا مصطفى. النهاردة إن شاء الله هنتبل تتبيلة لحمة مشوية جميلة جدا جدا في منتهى الروعة. كمان بتستوي معاكي اللحمة وانت بتشويها بجد بسهولة، بتكون مستوية مفيش فيها دم خالص، جميلة جدا جدا. كمان الطعم بتاعها أكنك جايباها من عند الكباب بالظبط، طعمها رهيب. الوصفة أنا جايباها كمان من الكبابجي. بصراحة زوجي كان بيسأله عن التوابل اللي بيحطها، فقال له انا ما بحطش توابل خالص غير بصل وطماطم للحمه المشويه بتاعتي. فبجد انا جربتها، بجد النتيجه بتاعتها كانت روعه في منتهى الروعه، جميله جدا جدا، وكان طعمها بجد حكايه. فقلت لازم اعملها معاكم، وان شاء الله اللي هيجربها مش هيبطل يعمل اللحمه المشويه بالطريقه دي ابدا. نقول لو انت اول مره تدخل القناه انزل اعملي سبسكرايب وفعل الجرس يوصلك كل جديد. ان شاء الله هعمل لكم كومنت جميل زي كده ولايك للفيديو. طيب معايا ايه؟ اللحمه بتاعتي هتكون زي ما انتم شايفينها كده، مقطعينها تكه صغيره، تمام، كلها متقطعه صغيره كده. طبعا اللحمه دي من العرق، العرق بيكون قطعه لحمه بتستوي بسهوله، كمان بتنفع في حاجات كتير، فبالتالي في الشوي بتكون حلوه قوي العرق للشوي، تمام. انا معايا حوالي 2 كيلو ونص من دول عرقين مقطعينهم زي ما انتم شايفين كده، ومعايا قد نص كيلو من الطماطم، تمام، ومعايا حوالي 7 8 بصلات برضو كبار. انا الكميه كبيره ليه؟ عشان طبعا كميه اللحمه كتيره معايا، فانت لو اللحمه هتكون اقل تقدري تقللي الكميه بتاعه الطماطم والبصل. معايا التوابل بتاعتها هيكون فلفل اسود فقط مفيش غير، معايا معلقتين كبار عشان الكميه برضو كبيره زي ما قلت لكم، وملح. دي كده المكونات بتاعت اللحمه، بجد طعمها بيكون رهيب. طيب هعمل ايه وهعملها ازاي؟ هاخد الطماطم والبصل، هركن الملح دلوقتي، معايا نص كوبايه من الميه، تمام، هاخدها احطها في شفشق الخلاط علشان تمشي بيها الخلاط، ما تكتريش عن نص كوبايه من الميه، تمام. هنضربها في الخلاط. ايوه مش محتاجه ميه بصل، انا محتاجه البصله كامله ومحتاجه الطماطميه كامله. هقطع الطماطم الاول علشان الطماطم بيكون فيها سوائل كتير فتمشي مع الخلاط على طول، تمام. هقطع كل الطماطم والبصل واضربهم في الخلاط، بعدين نكمل التتبيله بتاعتنا بالشكل ده كده. طبعا عايزه التتبيله بتاعتي تكون كتير علشان تغطي لي اللحمه، كميه اللحمه بتاعتي ما تكونش قليله عليها فما تتشربش كويس، تمام. اهي ده كده الطماطم، واضيف عليها كمان البصل وهقطعه واضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني ان شاء الله بالشكل ده كله. اهو في الخلاط زي ما انتم شايفين هضربهم وارجع لكم تاني كده. خلاص ضربت البصل والطماطم، شايفين بيبقوا تقال ازاي، ما بتكونش خفيفه كمان ناعمه، ضربها في الخلاط عشان تكون ناعمه معايا، مش عايزاها تكون خشنه علشان لما تيجي تشوي ما تكونش التتبيله بتاعتك خشنه فتتحرق وتبقى شكلها مش عاطف وانت بتشوي. هعمل ايه بقى؟ هضيف الفلفل الاسود ومعايا الملح، كميه الملح بقى طبعا المناسبه بالشكل ده كده، واقلبهم كويس قوي. ما تحطيش اي بهارات تانية خالص غير الفلفل الاسود، هو اللي بيدي الطعم بصراحه، مش عايزه بهارات تغطي على طعم اللحمه بتاعك. بعد ما تقلبيها كده الريحه بجد تحفه، حلوه قوي. هنزل باللحمه بتاعتي في التتبيله، اللحمه كلها ما شاء الله عليها، وتقلبيها كويس قوي. كده كمية اللحمة كلها تتقلب كويس في التتبيلة، شايفين التتبيلة بتاعتي كتيرة وحلوة مغطية كمية اللحمة كلها عشان اللحمة تتشرب كويس قوي، تمام بالشكل ده كده. سيبيها بقى في التلاجة مش أقل من ليلة كاملة أو 24 ساعة، بيخلوا اللحمة حلوة. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتستوي معاكي كويس قوي، وبتكون زي الزبدة كده معاكي وانت شوياها، تمام بالشكل ده كده. بصوا
كده مغطية التتبيلة خالص اللحمة بتاعتي ازاي. كل ما تسيبيها مغطية اللحمة كويس قوي كده، اللحمة بتشرب من التتبيلة، بيكون بجد طعمها رهيب حلو قوي. بكده تتبيلة اللحمة بتاعتنا خلصت. انا بصراحة بسيبها يومين، علشان لما بتقعد يومين في التتبيلة بعملها قبلها بيومين، بجد بيكون لها طعم مختلف تماما عن لما بسيبها ليلة كاملة في التلاجة. الشكل ده كده تتبيلة اللحمة المشوية بتاعتنا بجد رهيبة، ان شاء الله تعجبكم قوي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.